ناصر الحمدان وهو الحكم الدولي السابق ومراقب الحكام الحالي، ومؤكدا اننا ننتظر يوم السبت القادم انتخابات لجنة الحكام. استاذ ناصر صباح الخير، اهلا وسهلا. صباح الخير اخوي عبد الله، وتحياتي للاستاذ عبد العزيز. اهلا وسهلا، تفضل. الله يحييك حبيبي. ما ادري تفضل في سؤال معين يعني؟ ابدا، انت طلبت اولا ان تتداخل وتتحدث عن ما يخص انتخابات الحكام، اذا 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 تبدي رايك، وبعدين اذا كان في اسئله اكيد ان نطرحها. ابدا، بس يعني اول شيء يعني بالنسبه للانتخابات، طبعا هذه تعتبر بالنسبه لنا حقيقه تجربه فريده في ان نعيش انتخابات حقيقيه في بكل اشكالها وكل صورها يعني. لكن طبعا هناك يمكن شروط، او احنا اتذكر يا اخوي رجاء قبل تقريبا 3 أشهر او 4 أشهر شاركت في 3 ورش تشاوريه، كانت ايام على اتذكر الاستاذ الدكتور ماجد قروب مع مجموعه زملاء من مدربين ومن حكام ومن اداريين وكذا. ف من ضمن ما تطرق له انه لا يحق لعضو الاتحاد او رئيس الاتحاد او عضو اللجنه او رئيس لجنه التقدم للانتخاب طالما انه يحمل عضويه اللجنه او رئاسه الاتحاد او عضويه الاتحاد او ما هذا من خلافه. انا حقيقه ما لا اعرف جدوى هال يعني ما يعني حقيقه هالجزئيه تحديدا يعني. طبعا الاخوان القانونيين هم اكيد اعتقد انهم اكثر درايه بهالامر. هل فعلا يسمح لرئيس الاتحاد، عضو الاتحاد، عضو اللجنه، رئيس اللجنه انه مثلا يتقدم وهو في عضويه الجمعيه العموميه وهو لا يزال على رئاسه اللجنه او على لا يزال عضو في الاتحاد او عضو باللجنه؟ اعتقد ليس هناك ما يمنع. طبعا سم اعتقد ليس هناك ما يمنع. اعتقد نعم، وانا حقيقه انا اتذكر انه في أي لما كانت اللجنه لما كانت الاجتماعات التشاوريه كان يعني ذكر انه يفضل او لا 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 يجوز يعني او لا نعم. مش لا يجوز، يفضل انه يفضل لا يكون رئيس اللجنه او عضو لجنه يتقدم. طيب. للانتخابات اول شيء للحياديه الكامله. صحيح. وثانيا للشفافيه في الانتخابات. طيب. استاذ ناصر، انت متقدم للترشح في انتخابات الحكام، صحيح؟ صحيح صحيح. للفوز باحد مقعدين اعتقد هي مخصصه للحكام. بلا شك، نعم نعم. طيب الانتخابات او الترشح سيتم من ما عرفناه سابقا انه من حكام الدرجه الدوري زين والدرجه الاولى، فيما يبدو تغيرت الامور. انا حقيقه قبل انا كنت في دوره خارجيه في مجال عملي لمده 2 أسبوع كنت في تركيا، ما جيت الا اول البارح يعني تقريبا اول البارح او امس اخر النهار امس يعني. نعم. حقيقه انا اليوم جاتني اتصالات انه الان اصبح المجال مفتوح لاكثر من 750 حكم عامل في جميع مناطق المملكه للادلاء باصوات الحكام العاملين كلهم يوم السبت للادلاء باصواتهم. انا حقيقه لتحفظ يعني، لان انا اعتقد هذا خطا يعني خطا كبير تقع فيه اللجنه العامه للانتخابات. فاذا كان انا مثلا انتظر 751 حكم او 750 حكم حسب ما عرفت من القائمه الحكام العاملين الان، اني اطلب منهم يوم السبت القادم بعد بكره انهم يجون للرياض من اجل الادلاء باصواتهم، اعتقد هذه فيها تعجيز يعني او صعوبه بالغه في احضار 750 حكم للرياض. صحيح. يعني كان يفترض، وانا احسب ان اللجنه يعني اكثر ادراك لها الامر، انه يتم على الاقل توزيع صناديق اقتراع على جميع اللجان الفرعيه في مختلف المناطق بالمملكه. صحيح. الحكام يدلون باصواتهم، بعد ما الادلاء باصواتهم تجمع هذه الصناديق وتذوب مع صناديق الاقتراع اللي ستتم يوم السبت في الرياض. نعم. ومن ثم يكون هناك في شفافيه فرس. فيه ديمقراطيه اكثر. طيب. لكن الحاصل الان وحسب ما جانب الخطاب الاساسي اللي ارسل من قبل لجنه الحكام للمقيمين انه حدد اذا كان لديك رغبه في الترشح ام لا. طبعا انا من الناس اللي حقيقه كنت طلبت في خطاب غير الخطاب اللي وصل من لجنه الحكام انه تحديد مع يعني تزويدي بقائمه الانتخاب اللي بناء عليه اعرف معايير الانتخاب، الضوابط اللي سيتم فيها سيتم عمليه الانتخاب عن طريقه يعني. انا حقيقه ما طبعا ارسلت الخطاب
اللجنه قالوا لا لازم ترسل الخطاب الاساسي، ارسلت الخطاب الاساسي. انا حقيقه قبل ما اسافر خارج المملكه سلمت الخطاب اللي فيه طلب تسليم قانون نسخه من قانون الانتخاب، لا لشيء ولكن لزياده الثقافه الانتخابيه لدى ممتاز. هذا امر ممتاز. طيب. مرشح. ممتاز. انا حقيقه الخطاب اوصلت للدكتور هادي اليامي واعتقد انه وصله حسب ما تذكرت الان. فاتمنى يعني كنت اتمنى حقيقه انه تكون الانتخابات فيها مجال اكثر للديمقراطيه، فيها مجال اكثر لاكبر عدد ممكن من 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 الناخبين. طيب ما تشاهد الان، ما تشاهد الان يمكن ما في جانب كبير او مساحه او حيز اكبر للديمقراطيه او ممارسه ما نسميه صوت حر في 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 هذا الامر. شوف الديمقراطيه موجوده، الانتخابات الحاليه الان قائمه على اساس ديمقراطي صريح وبحث، وهذا هو اللي يسعى له دائما سمو الامين نواف بن فيصل الله يحفظه. نعم. احنا الان دخلنا بالانتخابات، كان يجب ان تكون هناك شفافه وديمقراطيه بشكل واضح. طيب. الان لما مثلا يكون فيه، انا مع حلمانش يا اخوي رجال، الان لما مثلا يقتصر الترشيح حسب الخطاب اللي وردنا من لجنه الحكام، وعلى فكره انا كنت اتوقع ان الخطاب هذا يفترض انه يصل من اللجنه الانتخابيه. هو وردكم من لجنه الحكام؟ انه يصل من لجنه الحكام يعني. وش المطلوب فيه؟ المطلوب يقول حدد انك ترغب او لا ترغب فقط يعني. فانا طبعا كتبت اني ارغب، بس اني طلبت خطاب اخر بانه امل تزويدنا بقائمه الانتخاب. لا لشيء، ولكن من اجل يعني التعمق في ثقافه الانتخاب. طيب. طبعا احنا الان هذا الشيء مو موجود عندنا حقيقه. واضحه هذه النقطة. طبعا الخطاب الاساسي اللي ما اعرف عنه الا بعد ما جيت امس من تركيا انه الانتخابات ستتم على الخمس. طيب. حكام دوري زين، حكام دوري الدرجه الاولى. طيب. طبعا ما اعتقد انها بتكون عمليه ديمقراطيه صرفه بكل. طيب. امانه. طيب. هذا اذا جينا للامانه يعني. واضحه هذه النقطه. نعم. انا حقيقه يعني سريعا اذا في اي جزئيه سريعا استاذ ناصر، لانه طيب انا حقيقه قبل ما انا اوجه نداء الان صادق ومخلص لسمو الامير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعايه الشباب، انه الان انت اصدرت قرار تاريخي، التاريخ سيذكر هذا القرار بأحرف من ذهب في انك انت يعني خلعت الثوب القديم اللي كان يدير الرياضة السعودية بعد أن قدموا خدمات جليلة للرياضة السعودية. طيب. ووضعوا أساس متين للرياضة السعودية بتقديم خطابات شكر للكبار العمالقة اللي خدموا الرياضة السعودية، سعيا من سموك في أنه يكون هناك تجديد. طيب. وإعطاء فرصة للدماء. نعم. الشابة. أنا الآن أقول عنصر التحكيم يا سمو الأمير، أعتقد أنه واحد من أكثر عناصر الرياضة السعودية خطورة. طيب. دائما ما يحدث فيه اختلافات في الرأي. صحيح. وتشنجات وكراهية بين الإعلام وحتى بالقنوات الفضائية. أنا أتمنى يا سمو الأمير أن يكون نفس الطريق اللي نفس القرار اللي اتخذته بخلع الثوب القديم أنه يتم حتى على التحكيم. يعني يبعد كل الحكام السابقين، يعني أعطي فرصة للجيل القادم، للجيل الجديد اللي بناء عليه الآن قاعد ترسم. طيب. خطوات التصحيح للرياضة السعودية. طيب أستاذ ناصر، سريعا أفهم منك أنك تريد أن الأسماء السابقة في التحكيم يجب أن تبتعد نهائيا ويصبح الترشح والانتخابات القادمة والممثلين من الجيل الجديد. يا استاذ رجاء، اولا افهم هذا المفهوم لانه ما عندي وقت كثير. وللزملاء انه اعتزازي أكيد ثقتي الكبيره في اخوي عمر مهنا اكيد، ولاعضاء لجنه الموقره قدموا خدمات جليله، لكن ما قلته لا ينكرها اي جاحد. لكن يا استاذ رجاء، من بدا التحكيم من من من, من, من في اكثر من 6 عقود او 7 عقود، معلش يا رجاء، من 7 عقود من الدهام الين ضرورا بفطاح للتحكيم من, نعم. من, نعم. من 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 مثيب الجعيد الى محمد المرزوق الى فلاج الشنار الى طيب. عمر الشقير، عبد الله الناصر، وانتهام باخوي عمر. النمط كان وما زال سيظل. قبل اسبوع كنا ماخذين دوره للمقيمين. طيب. نفس النموذج اللي اخذناه من ايام الدهام هو نفس النموذج. احنا الان يا سمو الامين نحتاج الى 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 دماء جديده، الى ضخ. طيب. ثقافه جديده، ثقافه الانطلاق بالكره القدم. واضح. السعوديه خاصه بعد ما وضح للجميع وصلنا. نعم. الى مر الى الى رقم في سجل الفيفا الى 105. نعم. اعتقد هذا لا يليق بكره القدم. واضح هذه النقطه، شكرا جزيلا. والتحكيم يظل من اخطر واهم
الأمور التي يجب أن تحظى باهتمام سموه. شكرا جزيلا نصر الحمدان الحكم الدولي السابق والمراقب الحالي للحكام، متحدثا ومطالبا بإبعاد الأسماء التي تتواجد منذ تاريخ طويل في التحكيم، ويجب أن تتاح الفرصة للجيل الجديد ليكون ممثلا للتحكيم في الجمعية العمومية. عبر الهاتف أرحب أيضا بعبد الله القحطاني أيضا الحكم السابق والمقيم للحكام. عبد الله مساء الخير، أهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير أخوي رجاء، وأمسي على ضيفك الكريم وعلى السادة المشاهدين. يا هلا أستاذ عبد الله، أنا ما عندي وقت طبعاً في البداية لابد يكون لنا مبدأ معين في هالانتخابات، لابد أن الكل ينطلق عليه. نعم. وهو من الشخص الذي سوف يحقق المصلحة العامة للجميع. نعم. بعيدا عما إذا كانت هذه الأسماء جديدة أو قديمة، فلا يمكن أن نقلل من شخص قديم أو نتبنى أن الشخص القديم هو الشخص الجديد هو القادم وهو الأفضل. هي المسألة مسألة مصلحة عامة، الكل يعرف من سوف يحققها، وهنا أتكلم عن مجال التحكيم بالتحديد. براح أرد على بعض الملابسات اللي حدثت في موضوع ترشيح الحكام. طبعا من حاول أن يروج لموضوع أن لجنة الحكام أو أعضاء الحاليين الذين على رأس العمل لا يحق لهم، فأنا أرد عليهم من منطلق قانوني. الأمر لا يخص كل اللجان، فقط هي اللجان القضائية اللي هي لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، لجنة الأخلاق. إذا تقدم أحد أعضائها أو رؤسائها للانتخابات هذا شرط أساسي، لابد من استقالتهم. صحيح. أما باقي اللجان فهو حق مشروع كما هو الحال الآن. لو تقدم الأستاذ أحمد عيد وهو الآن يرأس اللجنة المؤقتة فهذا حق مشروع له ولا يتعارض مع عمله الرئيسي. نعم. هذا فيما يخص طبعا قانونية من يتقدم للانتخابات. طيب. أما فيما يخص صلب التحكيم بشكل مباشر فلا بد أن نكون صادقين مع أنفسنا ونعترف، ولا واعترافنا هذا لا يقلل ممن سبق هذه اللجنة الرئيسية ولا يهمش القادمين الجدد، لا والله، ولكن الكل يجمع أنه أفضل فترة تاريخية مرت على التحكيم السعودي وما هيئة لهذه اللجنة الحالية هي ما تم عمله من خلال هذه اللجنة. بعيدا عن هذه الشوشرة التي يحاولون أن تثار على أعضاء هذه اللجنة، فأنا أقول ومن صدق يعلم الله من حرص على حكام الحكام ليس لجان، ولا يهمني الأشخاص من يكون، حتى أنا عبد الله القحطاني وأنا أحد المرشحين، أنا أقول لست مؤهلا أن أقود في هذه الفترة. طيب. من هو مؤهل أن يقود في هذه الفترة هي اللجنة الحالية لسبب واحد، لأنها وضعت من الخطط والاستراتيجيات. طيب. تحتاج أن تكملها على الأقل في الفترة السابقة، ليعلم الله القادمة. ليست إقلال من أحد، الذين حضروا سابقا كفوا ووفوا بما هي لهم من إمكانيات أخوي رجاء، ولكن من يحرص على مصلحة التحكيم، وهذه دعوة أن نلتفت إلى مصلحة الحكام والحكام فقط. طيب. أين هي ونتجه لهذا المنحنى بعيدا أن نسوق لأسماء معينة أو ننفي أسماء معينة. طيب. شكرا جزيلا. ليس لدي طبعا على السماح، وبالأخير أسأل الله طبعا أن يوفق الحكام إن شاء الله ويدلهم إن شاء الله على من يختارون يمثلهم يعني خير تمثيل بإذن الله. شكرا جزيلا عبد الله القحطاني الحكم السابق والمقيم الحالي، متحدث عن اللجنة الحالية هي الأفضل. يبدو أن انتخابات يوم السبت ستكون أكثر سخونة. أكيد، يعني واضح أنها الآن، يعني الأستاذ ناصر والأستاذ عبد الله، واضح أن هذه برامج انتخابية الآن، وأتمنى يكون فرص برضو للمرشحين الآخرين للدعايه لهم في لا بس عبد الله يبدو لي مو متقدم في لا بس عبد الله قاعد يعني مؤيد لجنه لعمر المهنا، لكن على اي حال 750 حكم سيكون لهم الإدلاء باصواتهم يوم السبت. لذلك اللي يتكلم عنها الاخ ناصر اللي هو حريه الناخب، والان وعدم التاثير عليه. نعم، الان يعني اللي قاعد يصير انه بيد الحكام، انهم هم اللي يغيرون لجنه الحكام، وهي لحظه تاريخيه اذا اراد. اما اذا كان فعلا هم مقتنعين بالعمل اللي قاعد يصير مع لجنه الحكام، فطبيعي جدا هو هذه. طيب. هذه الحريه فيها. ارجع برضو الى ذلك، انا لما تكلمت على الخراج ليس مساله شخصيه، الخراج له تاريخه، انا ما اتكلم عنه، ولكن اتكلم مثلا بتقدير شخص احمد زهراني، هذا اللي اتكلم عنه. اضافه الى انك تستغرب برضو في خلينا نقول في القادم الايام، وهذه اللي هو رابط المحترفين الان رشحت تقريبا خمسة دون الرجوع لمجلس اداره الرابطه من الانديه. يفترض انه يكون اجتماع الرابطه المجلس الموجود يكون له ممثل الانديه، يكون له دور في ترشيح الخمسه. هذه ليست مشكله الرابطه، هذه مشكله اعضاء الرابطه. لذلك احنا نتكلم عن هيئه
هيئة الانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية حتى داخل اللجان، حتى لا نخرج بديمقراطية موجهة أو إلى انتخابات موجهة نصنع أشخاص خلينا نقول الكل ينتقدهم. إضافة إلى ذلك في الاستقالة اللي حصلت من اتحاد كرة القدم في مجموعة منهم الآن أو عدد منهم رشحتهم أنديتهم مرة أخرى للانتخابات، هم في الأصل تمت أو استقالاتهم لأنهم أخفقوا في مرحلة معينة في الرياضة السعودية، فكيف يعود مرة ثانية؟ يبدو أنه ملف من الباب الخلفي مثلا يعودون للترشيح مرة أخرى. طيب. لذلك هذه إشكالية يجب النظر فيها. هذا الأمر يبدو أنه باب لا يغلق كثيرا أو ملف لن يغلق إلا بانتهاء هذه الانتخابات المستمرة. يوم السبت سيكون الحكام، ثم الأسبوع القادم للاعبين يوم الاثنين، وهي آخر الانتخابات التي نسميها الانتخابات الفرعية. بعد ذلك ننتظر انعقاد الجمعية العمومية.